في لوحة مشرقة من الكفاءة والاحتراف وفي مشهد مهيب يعكس أسمى درجات البراعة والتفاني، سجل جهاز المخابرات الوطني العراقي إنجازاً يضاف إلى سجله الحافل بالبطولات، حيث نجحت مفارزه في إحباط مخطط خطير لشبكة مخدرات دولية كانت تهدف إلى إغراق العراق ودول الجوار بآفة السموم البيضاء. بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وبإرادة فولاذية لا تلين، انطلقت عملية نوعية أظهرت براعة الأجهزة الأمنية العراقية والتي تعكس يقظة واحترافية في كشف تفاصيل المخططات الإجرامية، فقد استطاع رجال المخابرات اختراق أسوار السرية التي أحاطت بهذه الشبكة وتتبع تحركاتها حتى أسقطوها في قبضة العدالة. أسفرت هذه العملية عن ضبط 48 كيلوغراماً من مادة الكريستال، أحد أخطر أنواع المخدرات كانت في طريقها لتدمير حياة الآلاف. بهذا العمل البطولي يؤكد جهاز المخابرات الوطني العراقي مكانته كدرع حصين للأمن الوطني وعين ساهرة تحمي المجتمع من كل ما يهدد أمنه واستقراره. إنه عهد الأبطال الذين لا يعرفون الكلل ورسالة قوة لكل من يحاول المساس بأرض الرافدين.